ما حكم لبس الثوب الأبيض للمرأة المتوفى زوجها؟ هل هو عادة أم عبادة؟ المرأة المتوفى زوجها تلبس ما جرت عادتها بلبسه، غير أن يكون فيه زينة، لأنها منهية عن لبس الزينة وقت العدة على من الإحداث، من أحكام الإحداث أنها تتجنب لباس الزينة، فتلبس ما جرت عادته نساء بلدها بلبسه، ولا تلبس شيئا تزعم أنه خاص بالعدة لعدة الوفاة، لأنه ليس لعدة الوفاة ثياب خاصة، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه وعادة بلدها، لا أن يكون فيه زينة. جزاكم الله خيرا.